بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث ثانوي علم الرياضيات لغات، أهلا بكم مرة تانية مع درس نمبر 3 في الاستاتيك. والنهاردة بنتكلم على أول درس في اليونت 2. احنا اتكلمنا على يونت 1 انفريكشن، كانت 2 ليسنز، والنهاردة بنتكلم على ليسون 3 اللي هو ذا فيرست ليسون ان يونت 2 اللي بيتكلم على المومنت. وده من اهم الدروس اللي عندنا في الاستاتيك على اساس معتمدين عليها في كل الاجزاء اللي جايه ان شاء الله، اللي هو درس المومنت. المومنت سنه ثالثه بينقسم الى جزئين، جزء عن المومنت about a point in 2D. احنا عرفنا ان احنا اقدر اشتغل في 2 dimension x and y، واقدر اشتغل في 3 dimensions في الاكس والواي والزد زي ما شفنا في السوليد جيومتري. النهارده بنتكلم على المومنت ان 2 دايمنشن، وبعد كده هنتكلم على المومنت ان 3 دايمنشن. يبقى انا بتكلم على المومنت اوف ذا فورس او اوف ا فورس ان 2 دايمنشن. الاول نعرف المفهوم بتاع المومنت. بيقول لي ذا مومنت اوف ا فورس، يعني ايه يا سنه ثالثه المومنت اوف ذا فورس؟ is the ability of the force to rotate the body about a point. بس ده تعريف المومنت. الability of force to rotate او to make rotation on the body about a point. اذا the moment of a force about a point O denoted by vector MO equal AR cross F. طب احنا عارفين الكروس برودكت بيتعمل ازاي زي ما هنشوف دلوقتي. اذا هنا المومنت هي فيكتور، ناتج الكروس برودكت بيطلع فيكتور. يبقى اذا مين ار؟ ار هو البوزيشن اوف ذا بوينت اوف اني بوينت او ويز ريسبكت تو ا بوينت اون ذا لاين اوف اكشن اوف اي. يعني ايه؟ يعني انا اقول لك الار اللي هو ده، ماشي، الار اللي هو او بي مثلا، ده البوزيشن بتاع البوينت او، ماشي كده. طيب والار كروس اف، كروس برودكت في الاف بيحسب لي الايه؟ الفيكتور مومنت بتاع الفورس. طيب احنا برضو عارفين ان ار كروس اف هي نورمال ار ملتبلاي نورمال اف ساين ثيتا، والثيتا is the angle between the R and the line of action of F. طيب ودي ذا سمول انجل، ده معناه ايه بقى؟ ما احنا عارفين في الرسم اللي قدامي ده ان ال هو ال R، ده ال R يا سنه تالته، ده ال R. ال عباره عن ايه؟ ال R ساين ثيتا، ال R ساين ثيتا، تمام. يبقى انا ممكن اشيل الار ساين ثيتا واحط ايه؟ الار ساين ثيتا واحط ال، يبقى ال في الاف. ده معناه ايه؟ ان المومنت هيوصل حاصل الملتبلاي بتاع ال ملتبلاي النورم بتاع الاف، والال ده هو البربنديكولار فروم ذا بوينت او تو ذا لاين اوف اكشن اوف اف. يعني اقدر احسب ال لما قلنا المومنت نورمال مومنت، ده نورمال مومنت بيساوي نورمال ار في الاف ساين ثيتا. طيب والار ساين ثيتا ده بال، يبقى المومنت بتساوي اف في ال، يبقى ال بيساوي نورمال مومنت على نورمال ايه؟ الاف. ده كده تعريف المومنت حوالين ا بوينت. هنشوف دلوقتي ازاي احسب المومنت ده عن طريق الاكزامبل اللي قدامي ده. بيقول لي هنا ايه؟ The force F equal to I plus 5G، زي ما اتفقنا الفورس in 2 dimension، يعني احنا بنتكلم في I و G او X و Y، acts at a point negative 3, 1. وانا عاوز المومنت about ايه؟ about الاورجن بوينت and about the point in 2 negative 4. معروف الاورجن بوينت اللي هي 0, 0،
طيب يبقى انا عاوز هنا اثنين المومنت حوالين البوينت او اللي هي الاوريجن بوينت، والمومنت حوالين الايه؟ البوينت ان. طيب نشوف دلوقتي بنحسب المومنت ازاي. اول حاجه ادي الاف وادي البوينت او اللي هي 0 0، وادي البوينت A اللي هو على اللاين اوف اكشن اوف F. احنا اتفقنا ايه؟ اتفقنا ان ال R هو ال OA، يبقى A ماينس O، يبقى نيجاتيف 3 1 ماينس 0 0 يبقى نيجاتيف 3 1 او نيجاتيف 3 I بلس G. المومنت R كروس F، تعالى افكرك احنا بنعمل كروس ازاي؟ بنعمل AX ملتبلاي BY تاني، بنعمل AX multiply BY minus BY multiply AX. طيب يعني negative 3 multiply 5 بنيجاتيف 15K، لأن بضرب I كروس J بK. طب وليه minus الثانية؟ عشان J كروس I بنيجاتيف K، يبقى نيجاتيف 3 في 5 نيجاتيف 15K، ونيجاتيف 1 باي 2 يبقى نيجاتيف 2K، يبقى المومنت نيجاتيف 17K. الK هو يونت فيكتور بيربنديكولار على البلين كونتيننج ذا لاين اوف اكشن اوف فورس. يعني ايه؟ يعني ادي البلين بتاع الفورس اي و جي، الK ده فيكتور بيربنديكولار على البلين بتاعه. يبقى لما اضرب اي كروس جي بيديني البربنديكولار بتاعهم اللي هو مين؟ كي. طيب انا عاوز المومنت تاني اباوت البوينت ايه؟ ان. الان يبقى هجيب الايه؟ الار ان اي. يبقى لما جبت حوالين الاو جبت الار او اي، لما جبت حوالين الان قلت الار هو ان اي اللي هو ايه ماينس ان، يعني نيجاتيف 3 1 ماينس 2 1 نيجاتيف 4، يبقى بيديني نيجاتيف 5 بلس 5. طيب هنا انا جبت الايه؟ الار، والمومنت بيساوي ار كروس اف، يبقى ار اللي هو نيجاتيف 5 و 5 كروس اف اللي هو 2 5، برضو بضرب اي اكس في البي واي ماينس اي واي في البي اكس، يبقى نيجاتيف 5 باي 5 نيجاتيف 25 ماينس 5 باي 2 نيجاتيف 10 يبقى نيجاتيف 35 كي. ده اجابه السؤال الاول. طيب تعالى بيقول لي البرنسبل اوف مومنت، مبدا المومنت. الكلام ده مهم جدا. بيقول لي لو عندي ذا مومنت اوف ا فورس اباوت ا بوينت ايكوال ايه؟ ذا سم of the moments of the component of the force about the same point. يعني انا عندي force F ليها كم component؟ ليها component direction F X F X والcomponent direction Y F Y. وانا عايز اجيب له moment حوالين الـ O. قال لي ممكن اجيب المومنت بتاع الـ F R cross F. وممكن اعمل ايه بقى؟ اجيب السم of component of A of the force، يعني اجيب R كروس برودكت اف اكس بلس ار كروس برودكت اف واي. الكلام ده احنا موضحينه هنا، ان انا عندي الاف عباره عن اف اكس اي بلس اف واي جي، ده التو كومبوننت بتاع الفورس، والمومنت بيساوي ار كروس اف، الار اللي هي اكس واي كروس اف اكس اي بلس اف اي واي جي. يبقى اذا هنا قال لي هجيب ار في اف واي، يبقى اكس في الاف واي ماينس الواي في الاف اكس، ماشي ان دايركشن ايه كي. طيب ده بالنسبه لايه؟ للثيرم دي، وبنسميها افرجونيوس ثيرم. يعني بيقول لي، ودي بستخدمها كتير في حاله ريزلتنت فورس اللي احنا برضو هنقولها بعد شويه. طيب بيقول لي هنا in the figure opposite
Calculate the algebraic measure of the moment of the force 100 newton, 100 newton, add in force A, about the point A. ده اللي احنا بنتكلم عنه يا سنة. ان هنا انا عشان اجيب المومنت حوالين الA للفورس F لازم اجيب البربنديكولار ديستانت from A to the line of action of F. اذا كان صعب عليا فانا بعمل ايه؟ التو كومبوننت بتاع الF. الF دي ليها 100 عامله انجل 40 مع الهوريزونتال، يبقى نقدر نعمل لها تو كومبوننت. كلنا عارفين طبعا زي ما في ناس بتفكر معايا كده بيقول ايه؟ ان انا هعمل ريزوليوشن لمين؟ للاف. هتبقى هي سنه ثالثه هنا اف كوزاين 40 في اتجاه الاكس واف ساين 40 في اتجاه الواي. نشوف كده احنا هنعمل الكلام ده ازاي. فورس عملنا لها ريزوليوشن، عملنا 100 كوزاين 40 و 100 ساين 40. خلاص احنا لغينا مين بقى؟ لغينا الاف. طيب اما اجي اعمل المومنت هعمل المومنت ازاي؟ انا عاوز المومنت حالين الاي. نيجي على الكومبوننت الاولى اللي هي ايه؟ كوزاين 100 كوزاين 45. ايه البربنديكولار ديستانت من الاي لللاين اوف اكشن اوف ده؟ هلاقيه اللي هو ده، صح؟ اللي هو ده كام؟ ده كده كام؟ 1.4. اوضحه تاني، هو بالنسبه لما اجي اجيب المومنت حوالين الاي للكومبوننت 100 كوزاين 40 اقيس من الاي لحد اللاين اوف اكشن اوف اي اوف ذيس اي كومبوننت اللي هو ده. طب ما هو ده ايكوال ده، عشان ده هيبقى ريكتانجل، يبقى ده 1.4. عشان كده قلت ايه بقى؟ 100 كوزاين 40، مش كده؟ 100 كوزاين 40 ملتبلاي كام؟ ملتبلاي 1.4 هنا ملتبلاي 1.4. طيب الكلام ده اجي اقول 100 ساين 40، 100 ساين 40 فين البربنديكولار ديستانت من الاي لل 100 ساين 40؟ ادي ال 100 ساين 40 ده اللاين بتاعها، يبقى 0.4. يبقى الكلام ده ملتبلاي 0.4. يبقى اذا هنا المومنت 100 كوزاين 40 ملتبلاي 1.4 ماينس 100 ساين 40 ملتبلاي 0.4 يطلع المومنت اللي قدام ده. كده ازاي احسب المومنت بتاع ايه؟ بتاع فورس عن طريق السم اوف كومبوننت اوف ذا تو فورس. تمام، هنتكلم في السيرم. هي شبيهه بالسيرم اللي فاتت، بيقول لي the algebraic sum of moment of system of forces action at a point about any point in the space is equal to the moment of the resultant of these forces about the same point. يعني ملخص الكلام، لو عندي set of forces وانا عاوز اجيب sum of moment of these forces about point A، قال لي ممكن اجيب ايه؟ المومنت اوف ذا ريزلتنت اباوت ذيس فور ذيس بوينت. يعني اجيب ريزلتنت. ريزلتنت معناه ايه بقى؟ المفروض ان انا اجيب ار1 في اف1، هو طبعا ار واحده، ار2 في اف2، ار3 في اف، وهكذا. يبقى هاخد الايه؟ الار كومن، هتبقى ار كروس ايه؟ اف1 بلس اف2 بلس اف3 اللي هي ريزلتنت، يعني ار كروس ريزلتنت. تمام، نشوف اكزامبل على الكلام ده. بيقول لي the two forces F1 3i minus j F2 negative 2i minus 3j act at a point A negative 1 و 4
Find the sum of moment of these forces about B اللي هي 1 1. طيب دول تو فورسز act at the same point، يبقى لازم اجيب ايه؟ resultant. resultant معناها ايه؟ F1 plus F2 هتبقى I minus 4J، والR انا بجيب المومنت حوالين ال B يبقى هجيب BA، A minus B يبقى negative 2 3. يبقى انا اجيب المومنت بتاع resultant يبقى negative 2 3 R في ال F اللي هي resultant force 1 و negative 4 هتطلع كام؟ هتطلع 5 كيلو. عشان ضربنا نيجاتيف 2 ماينس مالتبلاي نيجاتيف 4 ب 8 8 ماينس 3 يبقى 5 كي. طيب خلي بالك انا كنت ممكن اجيب كل مومنت بتاع فورس لوحدها واجمعهم هيطلع نفس النتيجه، فهو بيقول لي السيرم بي بدل ما اجيب كل فورس لوحدها واعمل الصم انا هجيب المومنت الاول بتاع ريزلتنت كلها ويبقى هو ده الصم اوف مومنت اوف فورس. طيب بيقول لي هنا بقى نفترض انا جبت المومنت حوالين او طلع بزيرو مش كده، وجبت المومنت حوالين A طلع ايكوال مومنت حوالين B وهكذا. اول حاجه بيقول لي المومنت حوالين A ايكوال اف ال في السي وير A ذا دايركشن اوف ذا مومنت فيكتور ام او ان ذا سيم دايركشن اوف سي. طيب المومنت حوالين او يبقى نيجاتيف اف ال Where is the direction of the moment vector A in the opposite direction؟ باختصار شديد ان المومنت بيبقى بوزيتيف لو كان الروتيشن انتي كلوك وايز، وبيبقى نيجاتيف لو كان الروتيشن ان كلوك وايز. لو المومنت حوالين الاو ايكوال زيرو يبقى البوينت اللي انا باخد عندها المومنت لاي اون ذا لاين اوف اكشن اوف A اوف فورس، او ان الاو دي in line of action of A of F passing through. طيب rules برضو if the moment of F about O is FL and this moment is positive or negative or zero as the following rules: if the force tending to rotate the body about O in anti-clockwise اللي احنا قلناها من شويه يبقى direction هيبقى positive. If the force tending to rotate a body about او ان كلوكوايز ماشي يبقى اذا الدايركشن هيبقى نيجاتيف. اف ذا لاين اوف اكشن اوف اف از باسنج ثرو او يبقى المومنت كان بزيرو. ودولت الايه الساينز اللي عندي بوزيتيف اور نيجاتيف او زيرو، والزيرو لو بوزيتيف اور نيجاتيف ده معناه ان ايه اللاين اوف اكشن بيمر بيه الايه البوينت. طيب نفترض الاي بي بارلل اف، يعني ايه؟ يعني في 2 بوينتس A and B واللاين بينهم بارلل اللاين اوف اكشن اوف F. ده معناه ان المومنت اوف ذا F about A equal the moment of F about B. يبقى اذا طبعا العكس صحيح، لو المومنت حوالين A equal المومنت حوالين B يبقى اللاين اوف اكشن اوف F بارلل AB. If the line of action of F passing through the midpoint of AB يعني bisect ال AB يبقى المومنت حوالين F ايكوال نيجاتيف المومنت حوالين A ايكوال نيجاتيف المومنت حوالين B. يبقى اذا هنا the moment of F about negative the moment of B او F about B يبقى المومنت حوالين A هيبقى نيجاتيف المومنت حوالين B and vice versa. يعني لو المومنت حوالين A ايكوال نيجاتيف المومنت حوالين B يبقى line of action of F bisect ال AB. الاكزامبل ده بيقول لي هنا A وB وC وD وH ار 5 بوينتس اون ذا ستريت لاين such that AB equal 4 وBC equal 6 وCD equal 4 والHD equal 3. The parallel forces 30 و 25 و 40 act at A وC وH respectively. خلي بالك احنا قبل ما نشوف الحل عاوز نشوف الرسمه هيبقى عامل ازاي. ادي اهو 5 بوينت على ستريت لاين واحد ماشي، ادي ستريت لاين اهوت في 5 بوينت A B equal 4 و B C equal 6 و C D equal 2 و H D equal كام 3. البارال فورس 30 و 25 و 40 عند ال A وال C وال H، يبقى هنا في فورس عند ال A خلاص، ادي ال B ادي السي ادي الدي وادي الاتش. هو قال لي في 3 فورسز 30 عند الاي
احنا هنشوف الرسم بس عشان واحنا في المساله نعرف ايه اللي هيحصل عند الاي وعند السي يعني ساب البي وعند الاتش يبقى هنا دول 3 فورسز ان ذا سيم دايركشن. And the two forces 50 و 20 نيوتن act at B و D perpendicular to H and in opposite direction. يعني في هنا عند ال B وعند ال A ال D في two forces. ده شكل الفورس اللي عندي. يبقى دول 5 forces. التلاتة اللي هم عند ال A وعند ال C وعند ال H دول in the same direction. ارسمهم فوق او تحت بس التانيين يبقوا عكسهم، يبقى هنا عند البي في انذر 1 وعند الدي في انذر 1 اللي هما كام؟ هيبقوا 50 و 20 ادي ال 5 فورس. عاوز ايه؟ ذا الجبريك سم اوف مومنت اوف ذيس فورسز اباوت اي وسي واتش، يبقى انا عاوز اجيب المومنت حوالين الاي خلاص وحوالين السي وحوالين الاتش. تعال نشوف الرسمه اللي احنا هنرسمها للسؤال بنفس الايه الطريقه دي. اهي ادي الفورسز زي ما اتفقنا 30 عند الاي و50 عند البي 25 عند السي و40 عند الاتش و50 و20 عند البي والدي والمسافات ادي 4 و6 و2 و3. انا عاوز المومنت حوالين الاي. اولا الاي وقع لاين اوف اكشن اوف 30 يبقى المومنت حوالين A بالنسبه للفورس 30 بزيرو خلاص مش هنحسبها. طب نيجي على 25 25 بتلف للاي ازاي؟ انتي كلوك وايز. يبقى احنا قلنا نيجاتيف 30 ملتبلاي 10 بلس 50 ملتبلاي احنا سوري المهم حوالين ايه 30 ملتبلاي زيرو 25 ملتبلاي 10 ليه 25 بوزيتيف عشان انتي كلوك وايز 40 ملتبلاي كل المسافه دي اللي هي 15 اللي هي 3 بلس 2 بلس 6 بلس 10. طب نيجي بقى لل 50 هتلف زي للايه؟ كلوك وايز نيجاتيف يبقى نيجاتيف 50 ملتبلاي 4 ديستنت دي ماينس 20 ملتبلاي كام؟ 4 بلس 6 بلس 2 اللي هم 12. احسب ده هيطلع 410 وحده اليونت يا سنه ثالثه نيوتن سنتيمتر عشان الفورس بالنيوتن والار او الديستانس بسنتيمتر. طيب انا عاوز المومنت حوالين السي. فين بقى السي؟ السي الامر مختلف. انا عاوز المومنت حوالين السي. هجيب المومنت حوالين السي ازاي؟ برضو هعمل الايه؟ ال 25 دي بزيرو مش كده؟ طب ال 30 هتلف ازاي للسي؟ هتلف كلوك وايز يبقى نيجاتيف. في المسافة دي ليا 10 يبقى نيجاتيف 30 في 10. طب ال 50 هتروح ايه؟ انتي كلوك وايز اهي يبقى بوزيتيف 50 ملتبلاي 6. طب ال 20 رجعت تاني كلوك وايز وال 40 طبعا 25 بزيرو عشان بتمر بالسي يبقى نيجاتيف 20 ملتبلاي 2 وال 40 بوزيتيف لانها انتي كلوك وايز ملتبلاي 5 هتطلع 160. نفس الكلام حوالين الاتش. الاتش فين؟ ادي الاتش اهيت. هعمل ايه؟ هشوف كل الفورسز بقى حوالين الاكس هتعمل ايه؟ حوالين الاتش يا سنه ثالثه الفورتي بزيرو طبعا. طب السيرتي بقى تيجي للاتش ازاي؟ كلوك وايز ملتبلاي كل ده 4 بلس 6 بلس 2 بلس 3 يبقى 15. طب وال 50؟ ال 50 كده انتي كلوك وايز للاتش يبقى بلس 50 في 11 اللي هي 6 بلس 2 بلس 3 ماينس 25 25 كده كلوك وايز ملتبلاي 5 اللي هي 2 بلس 3 بلس 20 20 عندي كلوك وايز في 3 اما ال 40 طبعا بزيرو عشان ايه؟ عشان وقع اللاين اوف اكشن اوف ذا كيرف يبقى الناتج 35 نيوتن. ده ازاي احسب المومنت في الكوبلانر فورسز اللي هو يعني انا شفت الفيكتور فورس وشفت كوبلانر فورس. طيب ساعات يجي يقول لي انا عندي اي بي سي از رايت انجل ترينجل ات بي والاي بي 6 وميجر سي ايكوال 30 ذا فورس اف اكت ان ذا بلين اوف ذا ترينجل اف ذا مومنت اوف اف اباوت بي ايكوال 42 روت 21 نيوتن سنتيمتر اند ذا مومنت اوف اف اباوت سي نيجاتيف 42 روت 21 نيوتن سنتيمتر اند ذا مومنت اباوت اي فانش يعني ايكوال 0
then find the f and the direction of its line of action. انا هنا عاوز استفيد ايه من السؤال؟ انا عندي سؤال هنا بيقول لي المومنت عليه النقطه 42 روت 21 ونقطه ثانيه نيجاتيف 42 روت 21. يعني انا لما اقول لك انا عندي رايت انجل تراينجل ات ايه؟ ات بي اهو احنا هنشوف الرسم دوت بس لما اقول لك المومنت حوالين البي ب 42 روت 2 وحوالين السي نيجاتيف 42. ده معناه ايه؟ احنا قلنا بقى لو المومنت حوالين النقطه نيجاتيف المومنت حوالين النقطه يبقى اذا اللاين اوف اكشن بايسكت المسافه بي سي. طب المومنت حوالين ايه؟ بالزيرو. ده معناه اللاين اوف اكشن بيمر بالايه؟ عشان كده هنشوف الرسم بالطريقه دي. ادي اللاين اوف اكشن اوف اف باسنج ثرو ايه. طيب وبعدين اللاين اوف اكشن بايسكت البي سي عشان المومنت حوالين بي ايكوال نيجاتيف المومنت حوالين سي. وانا عندي السايد ده 30 ده معناه الاي بي طبعا 6 يبقى الاوبز ل 30 هاف لايبوتنس والبي سي هيبقى طبعا هيبقى ده 12 وده 6 روت 3. طب انا بقول ايه المومنت حوالين بي ايكوال نيجاتيف المومنت حوالين سي يبقى لاين اوف اكشن اوف اف بايسكت البي سي. لاين اوف اكشن فين الميد بوينت بتاع البي سي اللي هو الدي. طب لاين اوف اكشن اوف اف از بوزيتيف. بوزيتيف يعني هيلف ازاي؟ هو بيقول لي حوالين السي كده كان كلوك وايز عشان نيجاتيف وحوالين البي كان انتي كلوك وايز يبقى لازم الاف داون ووردز. طيب اللاين اوف اكشن اوف اف بيمر بالايه عشان المومنت حوالين ايه بكام؟ بزيرو. يبقى ده اتجاه الاف. طيب انا عاوز دلوقتي اجيب ايه؟ المومنت ادي اللاين اوف اكشن اوف اف اللي هو اي دي واتفقنا البي سي 6 روت 3 والبي دي نصها تبقى 3 روت 3. طب انا عاوز اجيب الاي دي عشان اجيب البربنديكولار من البي على اللاين اوف اكشن اوف اف اللي هو ده. هستخدم الكليديان. خلي بالك البي رايت انجل. طب احنا اتفقنا ان اي بي 6 والبي دي 3 روت 3 هيطلع الاي دي 3 روت 7 من باي سيجن. البي ان بقى قد ايه؟ 6 ملتبلاي 3 روت 3 على 3 روت 7 يبقى 6 على 7 روت 21. المومنت حوالين بي اللي هو اف ملتبلاي ال اللي هو 6 على 7 روت 21 ايكوال 42 روت 21. هنشيل روت 21 مع روت 21 يبقى الاف بكام؟ 49 نيوتن. ده الفورس. يبقى شفنا دلوقتي كوبلانر فورسز في اكتر من اكزامبل وفيكتور فورس في اكتر من اكزامبل. برضه هنا كوبلانر فورس بيقول لي اي بي سي دي از ا ريكتانجل ان ويتش اي بي ايكوال 5 وبي سي ايكوال 12 سنتيمتر ذا فورسز 8 و15 و17 و10 و26 اكت الونج بي اي بي سي سي دي دي اي اند سي اي ريسبكتيف. خلي بالك احنا عندنا 5 فورسز هم نفس الترتيب بتاعهم ده. عاوز بيقول لي ايه؟ فايند ا بوينت اتش بيلونج تو اي بي ساتز مومنت اباوت اتش 300 ان دايركشن اي بي سي دي وعاوز مومنت او بيلونج للبي سي ساتش ذات مومنت اباوت او 116 نيوتن في الدايركشن دي سي بي اي. هنشوف ازاي. ادي ريكتانجل اهو اي بي سي دي الفورسز التن في اتجاه الدي اي ال 17 في اتجاه السي دي ال 15 في اتجاه البي سي وعندي ال 26 كانت في اتجاه مين؟ ال 26 كانت في اتجاه السي اي. ال 26 دي ان دايركشن اوف سي اي يعني كده من فوق. ادي الفورسز اللي عندي وانا عاوز بوينت بيلونج تو اي بي ل اتش such that the sum of moment كان مديهولي كام؟ 317. طبعا دي فورس
والايد دي كمان فورس. طب انا هفرض الاتش دي، هو قال لي بلونج الاي بي، هفرض ان طول الاي اتش ايكوال اكس، والمومنت ان دايركشن اي بي سي دي حسب الرسمه اللي انت راسمها يبقى نيجاتيف. طب لو واحد رسم بالعكس، لو هتطلع بص تحطها بص وهيطلع نفس الناتج بالظبط. يعني انا هقول ايه بقى؟ انا عشان اجيب المومنت يا سنه ثالثه حوالين الاتش لازم اجيب لاين اوف اكشن بيربنديكولار ديستنس فروم اتش على كل لاين اوف اكشن. طيب على الاي دي موجود اللي هو الاكس، على ال 15 اللي هو بي سي موجود اللي هي ايه؟ بقيه اللاين، بقيه السايد بتاع مين؟ بتاع الريكتانجل اللي هو ده كله 5، يبقى 5 ماينس 6. بالنسبه للفورس ان دايركشن سي اي لازم اجيب الهايت دوت بالبنديكولار ديستنس ده اللي هو بي ام. اما بالنسبه لل 17 هيبقى البي سي كله. طيب احنا عندنا ده ايه؟ عندي ده 5 الاي بي 5 كله، والبي سي كله 12، وبالتالي الاي سي من باثاغورس كام؟ 13. فانا قلت الاي سي روت 25 بلس 144 ايكوال 13. طب sum of moment about h، طالما in direction a b c d يبقى نيجاتيف. طيب المومنت لازم اجيب الام اتش زي ما قلنا. الام اتش بيساوي ايه؟ بيساوي الاي اتش اللي هو اكس ساين انجل بي اي سي، بي اي سي اللي هو ده. طب ساين الانجل دي محدش يفتكر انها 45 لان الدياجونال في ريكتانجل دازنت بايسكت الايه؟ الفيرتكس انجل. لا ده ساين انجل دي اوبزيت على الهايبوتنس، يعني 12 على 13. اذا الاكس في البي سي على الاي سي يبقى 12 على 13 ايه؟ اكس. ده مين؟ ده الام بي، الام اتش. المومنت بقى ال 15 بتلف للايه؟ للاتش ازاي؟ نيجاتيف، لان اتجاه السهم كده يبقى هتلف نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 15. في المسافه كام بقى؟ من الاتش لل 15 اللي هي الاتش بي، الاي بي كله 5 والاي اتش اكس، يبقى الاتش بي كام؟ 5 ماينس 6 اهي. طب وبتلف نيجاتيف. ال 17 برضه كلوك وايز، يبقى نيجاتيف 17 في 12 كلها. ماينس 10 في الاكس، برضه ال 10 ماشية كلوك وايز. ماينس 24 في الاكس، ماينس 2 في 12 على 13 اكس. الكلام ده بيديني نيجاتيف 317. هنحسب الاكس لما نفك البراكت ونجمع، هيطلع الاكس بكام؟ ب 2 سنتيمتر. طيب هو كان طالب حاجه كمان، عاوز بوينت. على البي سي اللي هي الاو such that المومنت حوالين الاو ايكوال 116 ان دايركشن سي بي اي دي، يعني في الدايركشن ايه؟ البوزيتيف. طيب برضه هجيب المومنت، انا هفرض ان السي او، سي او واي، خلي بالك ال 15 دي فورس مالهاش علاقه باللينز، 26 دي فورس، وال 17 دي فورس، وال 10 دي فورس، وال 8 برضه فورس. خلي بالك احنا الاكس حسبناها طلعت بكام؟ ب 2. طيب يبقى اذا انا عندي هنا 8 في البي او اللي هي 12 ماينس 1، ماينس 17 في الواي، ال 17 المسافه بينها وبين الاو هي الحته اللي انا فرضها كام واي، لان انا قلت السي او ايكوال واي. ماينس 10 ملتبلاي 5 اللي هو ده، ماينس 26 ملتبلاي 5 على 13 واي ايكوال 116. برضه انا جبتها الاو ان عن طريق ايه؟ عن طريق الانجل ديت سيتا،
الـ ON بيساوي 5 ساين ثيتا. ساين ثيتا اللي هو 5 على 13، لأن الثيتا اللي هي ACB، يبقى AB على AC. 5 على 13 equal 116. لما أحسب دوت بتطلع الـ X بكام؟ الـ Y بكام؟ بنيجاتيف 2. طب مفيش واي بنيجاتيف، لا ما هي هتبقى ال 2 الواي اوتسايد ذات ري، يبقى لايز اون ذا ري بي سي such that الاو نوت بيلونج لللاين سيجمنت بي سي. يبقى اذا هنا الواي هتبقى كام؟ 2 سنتيمتر اون ذا ري بي سي. طيب another example they only in the opposite figure AB represent a crane for lifting the goods if the tension in the string is equal 140 the tension of the string loader newton and the weight of the box 125 newton find the sum of moment of the two forces about B. برضو احنا هنعمل ريزوليوشن للفورس، هنعمل ريزوليوشن ل 140 ل 2 كومبوننت 140 كوزاين ثيتا، دي اللي هي الثيتا ايكوال الانجل دي الترنيت انجل، وعندي ال 125 اساسا بيربنديكولار. ادي التو كومبوننت بتاع الفورس الاولانيه، واحنا قلنا السم بتاع الكومبوننت بتاع الفورس هو نفس المومنت بتاع الفورس. طيب الاطوال عندي ده 4 وده 5 يبقى 9، ده 12 يبقى الناتج ده 15 عشان اجيب ساين ثيتا وكوزين ثيتا، يبقى المومنت حوالين البي 140 كوزين ثيتا ملتبلاي البعد بينها وبين البي، البعد بينها وبين البي اللي هو ده اللي هو 12، يبقى ملتبلاي 12 ماينس 140 ساين ثيتا في البعد ده اللي هو 4 minus 125 multiply 4 يبقى الناتج هيطلع كام؟ 60 نيوتن ايه؟ متر. ده بالنسبة للمومنت بتاع السؤال ده. طب the force F equal 4i plus 3j، رجعنا تاني للفيكتور فورس، act at a point A negative 3 و 2 let ال B negative 1 و negative 2 و C negative 5 و 6 using the moment prove that the line of action of F bisect CB. طيب احنا قلنا امتى line of action of F bisect CB؟ لما المومنت حوالين C equal negative المومنت حوالين A الB، وده اللي احنا هنعمله. انا هجيب R1 اللي هو BA negative 3 و 2 minus negative 1 و negative 2 هتطلع negative 2 و 4 و R CA R2 CA بيساوي نيجاتيف 3 و 2 ماينس نيجاتيف 5 و 6 2 اي ماينس 4 جي. هيبقى المومنت حوالين البي ايكوال كام؟ ار كروس اف، يبقى نيجاتيف 2 اي بلس 4 جي ملتبلاي 4 بلس 3 هتطلع نيجاتيف 22. مومنت حوالين السي ار 2 في اف، يبقى 2 اي ماينس 4 جي كروس 4 و 3 هتطلع 22 كي. معنى ذلك المومنت حوالين البي ايكوال نيجاتيف المومنت حوالين ايه؟ السي. ايكوال نيجاتيف المومنت حوالين السي. ده معناه ده لاين اوف اف ايه؟ بايسكت السي بي عشان المومنت ايكوال نيجاتيف المومنت، ده اللي احنا قلناه في السيرم اللي احنا شرحناها في الاول. فايند الجبريك ميجر of the moment of force about the point O in each of the following. بص للأشكال دي، أنا عاوز المومنت حوالين البوينت O، الشكل الأول اللي هو A ال 40 والبعد بينها وبين ال O هو 30، بس هتلف إيه؟ ها كلوك وايز، يبقى نيجاتيف 40 ملتبلاي 30 يبقى نيجاتيف 1200. طب الشكل الثاني نيجاتيف 40 برضه بتلف ايه كلوك وايز، فين حته؟ 20 زائد الجزء ده، الجزء ده قد ايه؟ الجزء اللي هون ده الجزء اللي احنا 20 بلس
الجزء اللي هو adjacent للانجل 20 اللي هو ده كده اللي هو 10 كوزاين 20. اذا خدت نيجاتيف 40 ملتبلاي 20 بلس الجزء ده، الجزء ده قد ايه؟ 10 كوزاين 20، يطلع الناتج 1175.877. طب المومنت في الشكل الثالث فين؟ الجزء البربنديكولار من الاو على لاين اوف اكشن اوف اف اللي هو ده، الجزء ده يوصل ايه؟ 30 ساين 45، عشان ده اوبزيت ل 45، يبقى نيجاتيف 40 برضه ملتبلاي 30 ساين 45، يبقى نيجاتيف 600 روت 2 نيوتن متر. و ده كده ازاي نحسب ونتعامل مع المومنت ان تو دايمنشن. في نهايه درسنا النهارده اتمنى ان نكون وصلنا لكم الجزئيه ديت وفهمتوها، ومع نهاية الحصة خالص تحياتي لكم مع تحيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بالوزارة وفريق العمل الموجود فيها، وكان معكم سامي فاضل كبير معلم رياضيات، وشكرا لكم جميعا.